السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا التمارين ديال صفحة 28 من الكتاب ديال المفيد او ماتيماتيك لي بويسونس، دائما مع الدرس ديال القوى. دونك غادي نحاول نخدموا التمرين 9 من التمرين من 1 حتى 8 كاملين خدمناهم، ودابا غادي نكملوا من التمرين 9 باش نكملوا باقي التمارين ان شاء الله. دونك عندنا اي بي سون دو نومبر ريال نونيل سامبليفي، هنا مطلوب منا نبسطوا هاد التعابير هادو اللي عندنا هنا. دونك وصلنا تعبير كي ايغال 3a à la puissance 2 3 انسير 3 à la puissance 3 3a سير 3 à la puissance moins 2. فوالا، دونك غادي نطبقوا غير القواعد كيف ما قلت لكم دائما، القواعد اللي مهمين غادي نعاودوا نذكروا بهم. ان الا كانت عندنا a اس ان A أس M شنو كتساوي؟ كتساوي A أس N زائد M. كانت عندنا A B أس N كتساوي A أس N في B أس N، كنفرق هاد N على A و B. كانت عندي A على B أس N كتساوي B على A أس ناقص N. ولا من الأحسن أي قاعدة وصلنا لها نذكروا بها، بحال هاد القاعدة هنا 3 أ أس 2 غنطبقوا عليها هادي، غنطبقوا عليها هاد القاعدة. أ هي 3 و بي هي 2، دونك هاد أس 2 غنفرقها على 3 وعلى 2، دونك غنكتب هي 3 أس 2 في أ أس 2. هنا غنطبق عاوتاني هاد القاعدة، إلا كانت عندي أ على بي أس إن هي أ أس إن على بي أس إن، أو تاني هاد الأس كنفرقو على البسط وكنفرقو على المقام. دونك هنا 1 أس 3 على 3 أس 3. نفس الشيء هنا غنطبق هاد القاعدة باش نحيد أس ناقص نحيد الأس سالب، أ على 3 أس ناقص 2 هي 3 على أ أس 2. واضح؟ دونك يا بغيت نطبقها، بغيت نطبق هادي غنطبق ندير ا اس ناقص 2 على 3 اس ناقص 2 تنشوف من بعد. من الاحسن نحيدوها. دونك هنا 3 اس 2 نخليو باش حيت عندنا لاباز 3 نخليو 3 اس 2 ما نحسبوهاش. انا عندي ا اس 2 كذلك في 1 على 3 اس 3 هي 1 على 3 اس 3. هاد اس 3 لاحظوا عندي 3 أس 3 غنكتبها هي 3 أس 2 في 3 أس 1. علاش كتبت 3 أس 2 في 3 أس 1؟ باش تختزل هاد 3 أس 2 مع هاد 3 أس 2. واضح؟ وعلاش درت 3 أس 2 زائد 1؟ طبقنا هاد القاعدة، طبقنا العكس ديالها. عندي 3 أس 3 هاد 3 فككتها هي 2 زائد 1، هي 3 أس 2 في 3 أس 1. إلا جيت نحسبها من هنا غندير 3 نحتفظ ب 3 وندير 2 زائد 1 هي 3، يعني نفس العملية. هنا ندير 3 أس 2 على أ أس 2، طبقنا هاد القاعدة الأخرى أس 2 غنفرقو أس 2 على 3 وعلى أ. لاحظوا دابا عندي 3 أس 2 في البسط يعني كاينة الفوق، و 3 أس 2 في المقام كاينة لتحت يعني نقدر نختزل بها. نفس الشيء هنا عندي أ أس 2 في النيميراتور و أ أس 2 في الدينوميناتور نقدر نختزل بها. وشنو بقات لي؟ بقات لي 3 أس 2 على 3 أس 1، بقاو لي هاد الجوج هادو. دونك غنطبق هاد القاعدة، مكتبتهاش، أ أس إن على أ أس إم شنو كتساوي؟ كتساوي أ أس إن ناقص إم. كندير الطرح، دونك عندي 3 هو أ هي الأساس، وغندير الطرح 2 ناقص 1، دونك هي 3 أس 1 هي 3. دونك في هاد الحالة أ كتساوي 3. واضح جدا. ندوزو لإكسبرسيون إغ. عندنا 3 سير A à la puissance 3 fois AB à la puissance moins 3 moins 1 sur A à la puissance moins 1 tout à la puissance moins 2. Voilà, donc c'est l'opération.
دونك غندير إيكال بنفس الطريقة، نفكك الأس على العددين، ثلاثة أس ثلاثة على أ أس ثلاثة. هنا عاود تاني أ أس ناقص ثلاثة ب أس ناقص ثلاثة. هاد الأس ما كنمشيش غير مع بي، كيمشي مع أ ومع مع بي كيف ما شرحت لكم هنايا. أ بي أس إن هي أ أس إن بي أس إن، ونفس الشيء هنايا أ أس إن على بي أس إن. دونك هنا نحيد الأس السالب، غادي تحيد فاش غادي نضرب. دونك غادي ندير هي واحد أس ناقص جوج، أو تاني ناقص جوج نفكك على البسط المقام، ولا أ أس ناقص واحد كل أس ناقص جوج. هاد ناقص جوج مشات هنا ومشات هنا، دونك هي ثلاثة أس ثلاثة على أ أس ثلاثة. دونك هاد أ خليها بشوية بشوية، هتلفكم إلى زربت شوية. دونك خليو هادشي كامل. واحد أس أر دائما هو واحد، واحد أس ناقص جوج راه دائما غيبقى واحد، واضح؟ هنا غندير قوة قوة، أ أس ناقص واحد في ناقص جوج راه هي ثلاثة، ناقص في ناقص هتعطينا زائد. دونك إيكال هنا تخوا على بويسونس تخوا غتبقى وحدها، فوا بي على بويسونس موان تخوا تاعي ما نقدر نحسبها مع حتى شي حاجة. هنا نخلي أ أس ناقص ثلاثة، هاد أ أس ثلاثة غادي نحسبها مع هاد أ أس ثلاثة، عندي نفس لا باس، نفس كيكون عندي الضرب كلشي الضرب، يعني راه نقدر نجمع كلشي في بسط واحد وكلشي في مقام واحد. داكشي علاش حولت هاد أ أس ثلاثة، راه نقدر نديها فين ما بغيت هنايا، واضح؟ دونك عندي أ أس ثلاثة، أ أس ثلاثة هي أ أس ثلاثة زائد ثلاثة اللي هي ستة، واضح؟ حسبت هادي مع هادي، فهمتوني ياك؟ فهمتوني، اللي ما فهمش يخلي في كومنتير شنو ما فهمش. بي أس ناقص ثلاثة، ودابا غنديرو الطرح، عندي أ أس إن على أ أس إم ناقص ثلاثة ناقص ستة، ناقص ثلاثة ناقص ستة نحسبوها مباشرة هي ناقص تسعود. دونك هادي هي ليكسبغيسيون تاعك. فوالا ندوزو ليكسبغيسيون اس، عندنا تخوا ا على بويسونس تخوا و ان سيغ ا على بويسونس دو و ا سيغ تخوا على بويسونس كاتر. دونك بنفس الطريقة غندير ثلاثة أس ثلاثة، هاد الأس نفرقو على هاد العددين، ثلاثة أس ثلاثة أ أس ثلاثة. هنا الا بغيت هاد ا نطلعها الفوق، الا بغيت نحيدها من البسط ولا نخليها اللي بغيتو، لكن اللي بغيت انا حيت انا اللي خدام دابا، غادي نديرو المقلوب. واحد على ا المقلوب ديالو راه هو ا. فاش كندير المقلوب كندير لوبوزي ديال الاس، جوج المقابل ديالو هو ناقص جوج، كنغير الاشاره. نعاود ثاني غنفكك هاد اس 4 على ا وعلى 3، هي ا اس أربعة على ثلاثة أس أربعة. دونك غنجيب هاد ثلاثة أس أربعة عند هاد ثلاثة أس ثلاثة، نحسبها معاها، نخليوها غير هاكا. ثلاثة أس أربعة خليتها ندير الطرح، ولا نقدر نكتبها هي ثلاثة أس ثلاثة في ثلاثة ونختزل بثلاثة، ندير هي ثلاثة أس أربعة، نفكك هداك أس أربعة، غندير هو أس ثلاثة، ثلاثة أس ثلاثة، ثلاثة أس واحد، ثلاثة زائد ثلاثة عطينا أربعة. هنا عندي نفس الأس، عندي نفس لاباز عفوا، الأساس أ أ أ. دونك غادي نحطها وغنجمع الأس، دونك ثلاثة غنزيد عليها ناقص جوج وغنزيد عليها أربعة. دونك هنا غنختزل هاد ثلاثة مشات مع ثلاثة، نقدر نخليها ثلاثة أس ثلاثة على ثلاثة أس أربعة، وندير ثلاثة ناقص أربعة عطينا أس ناقص واحد. دونك هنا تبقى واحد على ثلاثة، أس واحد راه هي ثلاثة. أ ثلاثة زائد ناقص جوج هي ثلاثة، ناقص جوج هي واحد، واحد زائد ربعة راه هي خمسة. دونك عطينا هاد نطلعها هنا، هي أ أس خمسة على ثلاثة. واضح؟
واضحة الأمور. إذا فهمتي هادو مزيان وعرفتي تطبقهم فما غاديش توحل بإذن الله. دونك ندوزو للعملية الأخيرة، تي إيكال 3A على بويسونس موان 2 فوا هنا لي كروشي أسير 3 على بويسونس موان 2 ستو لي كروشي على بويسونس 3 فوا عاوتاني لي كروشي دو أ على بويسونس 2 تو على بويسونس موان 1. فوالا دونك لي كروشي راه بحالهم بحال الأقواس. دونك غنمشيو حنا غير بشوية بشوية، عندي ثلاثة أ أس ناقص جوج، دونك هي ثلاثة أس ناقص جوج أ أس ناقص جوج، هاد ناقص جوج نفكو على ثلاثة وعلى أ فوا. دونك هنا غادي نخليو أ على ثلاثة، نخليوها هكا. عندي قوة قوة ناقص جوج في ثلاثة هي ناقص ستة. نفس الشيء هنا عندي جوج أنخليها وندير جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج. واضح؟ هنا راه بحال اللي عندي الأقواس. دونك تخلي ثلاثة أس ناقص جوج أ أس ناقص جوج، ونجيو نفكو هنا ناقص ستة تمشي مع أ وتمشي مع ثلاثة، دونك هي أ أس ناقص ستة على ثلاثة أس ناقص ستة. هنا جوج أس ناقص جوج أ أس ناقص جوج، هاو تاني هاد ناقص جوج نفكو على أ وعلى نفرقو على جوج وعلى أ. فوالا دونك هنا عندنا ثلاثة أس ناقص جوج مع ثلاثة أس ناقص ستة هي ثلاثة. غادي نحسب هادي مع هادي، دونك بحال عندي ثلاثة أس ناقص جوج على ثلاثة أس ناقص ستة، ولا نخليها نكتبها عاد من بعد نعاود نحسبها. ثلاثة أس ناقص ستة نجيبها هنا. هنا عندي أ أ أ نفس الأساس أ أ أ، دونك ندير أ ونجمع الأس، نجمع ناقص جوج مع ناقص ستة مع ناقص جوج. واضح؟ شي كامل في جوج أس ناقص جوج، دونك تساوي هنا غادي ندير الفرق ناقص جوج ناقص ناقص ستة، هادي لا أ أس إن لا أ أس إم، كندير الطرح ناقص جوج ناقص ناقص ستة، ناقص ناقص ستة راه هي زائد ستة، وناقص جوج زائد ستة راه هي أربعة. نجيب حدا هاد جوج أس ناقص جوج في أ، وهنا نحسب هادشي ناقص جوج زائد ناقص هي ناقص، ناقص جوج ناقص ستة هي ناقص ثمانية، ناقص ثمانية ناقص جوج هي ناقص ناقص عشرة. واضح؟ دونك غادي نكتبوها، خليوها هكا ما نقدرش نبسطو اكثر. نقدر ولا بغينا نديرو هنا ناقص، ولكن نفس الشيء غنجمعو ثلاثة مع جوج عفوا، ولكن خص يكون عندنا نفس الأس عاوتاني، دونك نخليها هكا احسن. اذا هذا هو التمرين 9، كذلك وصلنا سبحان الله التمرين 8 و9 جوجهم درناهم في 13 دقيقة. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدمو فيه من 8 ل 10. دونك حاولوا نتوما تكملوا التمارين، وانا غادي نبارطاجي معكم التصحيح ديالهم في اقرب وقت. اللي ما عندهمش الكتاب صحاب التاسعه حره، واللي ما عندهمش هذا الكتاب كيخدموا بشي كتاب اخر وبغاو يتبعوا معنا التمارين. فوالا ها هما التمارين، حاولوا تخدموهم. هذه ما ديالهاش مزيان، انا نرسم الكتاب باش يبان هذا التمرين. المهم نتوما ديروا سكرين الفيديو وحاولوا تخدموا التمارين قبل ما نديرو التصحيح باش تستافدوا من هاد التمارين، راه زوينين بزاف بحالهم كيتحطوا في الفروض وبحالهم كيتحطوا في الامتحان. وهذه كذلك بالمناسبه راه ما كيعنيش ان هاد الكتاب ماشي ديالك، راه ما كيخصكش وما كيهمكش التمارين ديالو، بالعكس خصك دائما تقلب على تمارين جداد اللي ما عندكش في الكتاب ديالك. دائما التند اللي عندهم هاد المفيد مشيو قلبوا في التمارين ديال الكتب اخرين، كاين مونغول لابو، كاين ايتانسل، كاين ماكسيمات، كاين بزاف ديال الكتب فيهم تمارين زوينين. حاول تنوع التمارين، ماشي حتى الفرد وتتفاجئ تقول هذا التمرين ما عمرني شفتو، هذا التمرين ما عمر الاستاذ حطوا لينا الى اخره. دونك حاول كل ما كثرتي التمارين وكل ما نوعتي التمارين كل ما غادي تستافد اكثر ان شاء الله. دونك تهلاو فروسكم، وما تنساوناش من الدعاء ديالكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم، لايك كومونتير، بارطاجيو لي فيديو باش يوصلوا لوحدين اخرين، ودخلوا صحابكم يستافدوا معنا، سواء كنتي في اليوتيوب ولا كنتي في النجمة 6 صحاب الفيسبوك.
مرحبا بالجميع، ودخلوا عندنا القناة ديال الواتساب، راه كاين الجروب في الرابط ديال الوصف ديال الفيديو، كاين كذلك النمرة غيوصلكم فيها الرابط ديال الجروب. واو، جيت تهلا فروسكم، السلام عليكم.